هل تساءلت يوماً عن رحلة فاتورة الكهرباء وكيف تصل إليك؟ المشترك الكريم، تبدأ رحلة الفاتورة بقراءة العدادات، حيث يقوم قارئ العداد بأخذ القراءة مرة كل شهرين، ويتم تقدير القراءة في الشهر الذي يليه حسب متوسط استهلاك المشترك لنفس الفترة من العام الماضي. بإمكانك تجنب الفاتورة التقديرية والحصول على فاتورة بالقراءة الحقيقية كل شهر، وذلك عبر خدمة القراءة الذاتية، حيث يتوجب عليك إرسال القراءة الحقيقية في الفترة من 15 إلى 25 من كل شهر عبر إحدى القنوات التالية: موقع الشركة الإلكتروني، تطبيق الهواتف الذكية، الواتساب والرسائل النصية. تنتقل رحلتنا إلى إصدار الفواتير، والتي تتم بشكل شهري بعد القيام بمراجعة القراءات من قبل فريق متخصص. بعد إصدار الفواتير ننتقل إلى مرحلة التوزيع، والتي تتم عبر عدة قنوات، وهي البريد الإلكتروني الخاص بالمشترك، الصندوق البريدي لشركة بريد عمان، التوزيع في المنازل. يمكنك استلام فاتورتك الشهرية إلكترونياً، وذلك عبر تحديث بياناتك في موقع الشركة على الإنترنت. تنتهي رحلتنا في سداد الفواتير الشهرية، وقد وفرت الشركة عدة قنوات للدفع تسهيلاً للمشترك، وهي أجهزة الدفع الآلي، موقعنا الإلكتروني، تطبيق الهواتف الذكية، مكاتب الشركات المخولة بالتحصيل. نسعى دائماً لتوفير خدمة أفضل وبشكل أسرع وفي متناول يد المشترك. للاستفسار أو إرسال شكاوى الفواتير، قم فقط بالاتصال بمركز الاتصال من مكان تواجدك على الرقم 8007-3008، أو عن طريق زيارة موقعنا الإلكتروني أو تطبيق الهواتف الذكية. يمكن للمشترك طلب تغيير عداد الكهرباء الاعتيادي إلى عداد مسبق الدفع، والذي يساعده على تفادي عملية الفوترة بالكامل ويختصرها في شراء الرصيد، والمتوفر من خلال تطبيق الهواتف الذكية ومكاتب شركة مسقط لتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى محطات الوقود لنفط عمان.